طب بذمتك يا دكتورة صفية، مش انت لما كلمتيني في التليفون وقلت لي ان جون الله يرحمه توفى، انا قلت لك تعالي ندفنه عندنا في التراب في البلد وانت اللي رفضتي؟ دكتورة صفية انا بتكلم جد جدا، العمدة مات وعايزينك تبقي عمدة تل شبورة. انا مش مصدقة اللي انت بتقوله، وحاسة ان وراه مصيبة او هزار. حاشا لله، انا برضو بتاع الكلام ده. من امتى بتعينوا عمدة واحدة ست؟ انت مش اي ست، انت ست الدكتورة. وبعدين مصر دلوقتي فيها كذا عمدة، الست إيفا والست نشوة. أيوة. والست ناهد. عارفة يا سيد البلد زي ما الست نجية كانت بتقولك. انت لسه فاكرة؟ ايه انا لسه صفية عارف الفارس بنت تل شبورة. الله اكبر، طب ما ده اللي انا بقوله يا بنت الناس. طب ما انت محامي كبير وشخصية عامة وبتاع سياسة ونيابة ومجالس ومدخلات تلفزيونية، ما ترشح؟ لا 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 لا، انا ارشح ايه الناس؟ لا انا ماليش في الحاجات دي خالص، وبعدين العموديه في بلدنا دلوقتي مستنياكي انت بالتحديد. انا مش مصدقه نفسي من السنترال اللي انت عايش فيه ده، ما ترد يمكن تلاقي حاجه اهم من اللي انت بتقوله لي ده. انت اهم يا دكتوره. انا ست مدرسه في الجامعه وما بنزلش بلدنا دي غير كل فين وفين، ازاي ابقى عمدتها؟ وبعدين يا حضره الافوكاتو المخضرم، مش المفروض العمده ده يبقى مقيم في البلد اللي هيبقى عمدتها؟ ومين قال انك مش مقيمه؟ ده انت مقيمه ونص، الكريدت كارد بتاعك يشهد على كده، وتبرعاتك اللي باسمك ودعمك لاهالي تل شبوره. عيبه دكتوره صفيه، مش جلال الفارس اللي تتوه عنه حاجه زي دي. جلال، هات من الاخر وقول لي انت بتتكلم باسم مين. ليه؟ هو انت مش عارفه ان انا تل شبوره وتل شبوره انا؟ من غير لف ودوران، انت اكيد هتكسب حاجه من ورا طلبك ده. انا بقى مكسبي ايه؟ على فكره انا ممكن اخلي اهل تل شبوره كلهم يجوا لغايه عندك. يطلبوا مني ابقى عمده؟ لا، يقولوا لك ان انا تل شبوره وتل شبوره انا. صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ده ملف مهم جدا من لازم حضرتك تشوفه. كل اللي مطلوب تمكين المرأة، واحنا بقى هنمكنها. احنا بايدينا نضرب كل العصافير بحجر واحد. الحجر ده هو صفية فوارسة وبنتنا وحبيبتنا، يبقى ليه ما نضربش؟ السنين اللي فاتت لما سيبنا العمودية للدهايشة اعتبروها حق مكتسب، لازم يرجعوا يعرفوا ان احنا لما نعوز العمودية هناخدها تاني وبأصغر واحدة فينا. بعد كده بقى نبتدي نلعب معاهم بنظام جديد وبطريقة جديدة، سواء الدهايشة الغريم القديم او السناينة اللي طالعين في المقدر جديد. المهم ان الكل لازم يعرف ان احنا اللي بنوزع الادوار، واحنا اللي بنفرق الورق بمزاجنا وحسب مصالحنا. صفية بالنسبة لنا عروسة خشب جميلة، هنراضي بيها اللي فوق ونلاعب بيها اللي تحت. ومين اللي فوقنا؟ اللي فوقنا وفوق الكل يا جدة، الدولة، الحكومة. تخيلي انت بقى لما مصر كلها تتكلم عن الدكتورة المتعلمة اللي سابت حياتها وبيتها وجت هنا عشان تخدم أهلها. وفين؟
في تل شبورة. طب ودرغام دهيشة أكيد مش هيعديها بالسهل. إحنا مش هنسكت، بس لو اتكلمنا هنتكلم كلام موزون ومدروس واقف على أرض صلبة. لما العمودية تخرج من دارنا يعني كرامة راحت وهيبة خابت، وزي ما أكرمناهم والعمودية فينا لازم نأدبهم عشان بس فكروا ياخدوها من تحت باطنا. جاب حتى لو العمودية راحت احنا برضو الدهيشة أهل كرم، احنا بنحكم ما بنتحكمش، وإذا كان على العمودية احنا ما يهمناش، الدهيشة عمدان البلد مش عمديتي. منشوف بقى زي جلال الفارس اللي عايز يجيب لنا شجرة الضر. تستلقى بقى الأبائب. هو درغام ده عنده مين تاني ينفع؟ إن كان عنده يا أخويا فعنده، عنده أكتر من 20 عيل. هو هيغلب يعني يا شيخ حافظ؟ ده كابر مراتي اللي هي بنته يعني. ما تخلص يا حامد، ما احنا عارفينها. ما أنا بأكد على الفهم. ما تعرفش عدد إخواتها كام، ولا تعرف أصلا هما بيشتغلوا إيه. دي حكايات مطلعينها الدهايشة بنفسهم على نفسهم. ما تبقوش عبط، اسألوني أنا. أني أعرف درغام كويس. درغام ما يهموش إلا مصلحته، ومتى ما خد المصلحة خلاص لا يلزمه عمدة ولا غيره. الدهايشة ماسكين في رقبة البلد بمشاريعهم وفرانهم، وماسكين في رقبة العيال الصغيرين بالسناتر والكافيهات، والسناينة بقى كل فلوس البلد في جيبهم. مفيش بيت فيك يا تل شبورة أو بره تل شبورة إلا ومديش الباية فلوس وتشغلها له. والبخايتة، البخايتة بقى عاملين زي الضباع مستنيينها تخرب عشان ينطوا عليها، وكل يوم والتاني تطلع لنا عيلة جديدة في المقدر جديد، والمسألة عمالة تبهوأ مننا. طب إحنا فين؟ الفوارسة فين؟ أنا قلت كلمتي ومش عايز حد يراجعني، وأي حد هيعمل حاجة من ورايا عقابه هيبقى على إيدي وعلى رؤوس الأشهاد. فمين؟ دي الوقت اللي لازم نقول لهم ستوب. إحنا اللي هنوزع، واللي هيكسب هيكسب بمزاجنا، واللي هيخسر برضه هيخسر بمزاجنا. ايوه يا جلال يا اخويا، يعني انا معاك في كل اللي انت قلته دي، بس هو يعني مجد الفوارسه مش هيرجع الا بصفيد. فاكر يا حافظ الليله الكبيره؟ ايه الليله الكبيره دي؟ الليله الكبيره، فاكر العرايس اللي كانت في الليله الكبيره؟ اغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللي هي المليونيتي دي. يا عم اقعد. ارجع واقول لك تاني يا حافظ، صفية عروسة جميلة هنراضي بيها اللي فوق ونلعب بيها اللي تحت.